مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، مرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن علاء مهوب وكابتن اسامه عرابي وكابتن احمد بلال. اهلا كابتن. بدايه طبعا هارد لك النادي الاهلي على المباراه النهارده. بنتكلم كابتن ايمن سريعا كده، ليه الحكم الاسباني اللي هو كارلوس ديل سيرو جراند، هو حكم اسباني 46 سنه. النهارده هو طبعا بنتكلم في ثلاث عناصر مهمه: اللياقه البدنيه والاخطاء العقوبات الانضباطيه، وبنتكلم في التمركز والتحرك. انا بس بدايه يعني مش مهم قوي انك انت تدير مباراه 90 دقيقه بشكل جيد، وده المفروض ده الطبيعي، ولكن لما نيجي نتكلم في خطا تحكيمي فادح مؤثر، وانا بتكلم هو مؤثر بعيد عن الاداء الفني، يعني خلينا نتكلم، انا بتكلم كتحكيم. ايوه، والحاله اللي هي حاله موجوده النهارده بتكلم في الدقيقه 45 من الشوط الاولاني، حاله طرد مستحقه للاعب بيراميدز احمد توفيق. خلي بالك دي في الكوره تفرق كتير جدا جدا كابتن ايمن مع اي فريق. لما تبتدي النهارده 11 ضد 10 وانا بقول طرد مستحق، هو يحمل البطاقه الصفراء في لعبه الفرص المحققه اللي هي هنجيبها، ويحمل البطاقه الصفراء الثانيه في الدخول بتهور، يعني بطاقه حمراء. انا كحكم ماليش علاقه بالمباراه، انا ليا علاقه بالقانون. لما تبقى في بطاقه مستحقه للاعب في المباراه اكيد هي مؤثره في نتيجه المباراه بغض النظر عن نتيجه المباراه. هنتكلم في الحالات التحكيميه، يمكن هنجيب الحالات عشان ما يبقاش كلامنا يعني نتجنى على احد، ولكن معانا الحالات التحكيميه كابتن، هو اجاد في بعض الحالات، ولكن هذه حاله انا بقول هي دي الاهم في المباراه النهارده كابتن ايمن. خلينا نروح للحاله الاولى. الحكم هو كارلوس، هو موجود 46 سنه، تحركات متميزة، قدر ان هو النهارده يتواجد في الحدث، يعني عمل مباراة كويسة، ولكن هو الخطأ التحكيمي اللي هو المؤثر اللي احنا بنتكلم فيه. هنروح للحالة الأولى اللي هو الهدف اللي جه. هو هنا طبعا قدام الكورة، ونشوف هنا هل الفار هنا تدخل يا كابتن أحمد؟ ده السؤال في الحالة اللي جاية هنا. في هذه الحالة الحكم قريب. هل الفار يتدخل في هذه الحالة؟ كابتن علاء، كابتن اسامه، عندنا في مصر بيتدخل تمام، بس هو تقديره صح في الكره دي. كابتن ايمن انا بتكلم دي رساله لحكامنا. أيوة. خلي بالك هو هنا شاف ان هنا يستمر اللعب. هنا الكره عاليه وفي تكف من الاثنين لعيبه والتحام عادي، خلى اللعب يتواصل، ولكن انا بقول لو عندنا هنا في الدوري المصري كابتن احمد كان الفار وقف على اساس ان دي جه منها هدف، كان الفار هيوقف واستدعي الحكم وتعالى شوف والكلام ده. لكن هنا النهارده ده 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 اللي احنا بنتكلم فيه ما بين الفار وما بين الحكم، دي حاله من الحالات التقديريه كابتن ايمن. خلى اللعبه تواصل والحكم الفار مش معاه في هذا القرار. نروح للحاله اللي جايه، حاله من الحالات المهمه جدا، البعض يرى ان هذه فرصه محققه يا احمد. كابتن علاء، احنا قلنا عوامل الفرصه المحققه هي اربع عوامل لابد ان احنا نذكرهم في هذه اللقاء. انا عاوز بس حاله نقف هنا، بس نقف نقف لحظه ارتكاب مخالفه من فضلك بعد اذنك، مش تحت ونقف نرجع تاني بعد اذنك، بس لحظه ارتكاب المخالفه، وهقف بص بسرعه عشان نشرح اللعبه دي. دي حاله من الحالات المهمه جدا جدا، نرجع تاني بعد اذنك من فضلك تمام، وهقول لك اقف، يعني هقول لك اقف، نمشي نمشي ونقف، ماشي ماشي، اوكي اوكي اوكي، هنا بس. كابتن احمد، كابتن ايمن، الفرصه المحققه ليها اربع معايير، اربع معايير، لو في معيار فقد ما تبقاش فرصه محققه، بتبقى هجوم واحد. مظبوط. نمره واحد، احنا بنقولنا ايه؟ المسافه ما بين المخالفه هنا والمرمى دي موجوده. صحيح، موجوده صح؟ طيب تمركز المدافعين هنا، في مدافع تاني هنا يقدر، يعني لو لاعب النادي الاهلي النهارده استحوذ وراح، لا لا ده اخر واحد خلاص، ده كان اخر واحد. مظبوط. يبقى المعيار تمركز المدافعين ايضا موجود، موجود، يبقى مزبوط. عندنا اثنين. طيب السؤال هنا كابتن، هنا في معيار مهم جدا كابتن، وهي السيطره يا كابتن. بالظبط، دي مهمه جدا، السيطره وامكانيه السيطره. هل اللاعب عنده سيطره في اللعبه ديت؟ لا. لو هنمشي الكره نشوف الكره راحت فين، نمشي كده بقى بعد اذنك، الكره هنا رايحه فين؟ اقرب مين؟ الحارس ولا اللاعب؟ يبقى هنا فقدنا عنصر مهم جدا، مزبوط. وهي السيطره مش موجوده ولا امكانيه السيطره، وبالتالي هنا كانت البطاقه الصفراء في هذه الحاله مستحقه، مصح. ولا توجد فرصه محققه في هذه الحاله. بس سهوله الكره تروح للحارس سليمه كده، نعم، الفاول اللي حصل
يعني انا ما اعرفش انا لو هو حسب الفرق. لو انا في السبرنت بتاعي رحت كانت هتبقى الكره دي ممتاز. كابتن شريف بتتكلم كلام ممتاز جدا جدا. تعال نرجع بالصوره يا كابتن شريف. اتفضل تعالى نشوف من هو اقرب للكره. هرجع تاني. انت لو وقفت سرعتي يعني ما انا هقول يا كابتن هنا لو الكره قريبه النهارده من لاعب نادي الاهلي هنا هننزل خلي اول طبه للكره هنا ستوب بس. يا جوه 18 لو اول طبه هنا قريبه كابتن احمد من اللاعب المهاجم هقول لك هنا عنده امكانيه السيطره او السيطره ولكن هي راحت لمين؟ الاقرب احمد الشناوي الاقرب من حارس المرمى. وبالتالي هنا في 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 التحكيم بنتكلم هنا الفرصه يعني مقتنع باللي انت بتقوله ينقصها عامل اساسي وهو السيطره او امكانيه السيطره. اذا هنا قرار الحكم كان قرار سليم باشهار بطاقه صفراء فقط. الحاله بعد كده هنا بقى هو عمل يا كابتن هو الحاله دي مهمه جدا معلش هي دي الحاله الانذار كابتن بلال لاحمد توفيق ده الانذار الاول في هذه الحاله طبعا انذار وجوبي ليه هنا بنقول تعطيل هجوم واعد ده الانذار الاول اللي هو خده احمد توفيق في هذه الحاله. نروح بعد كده للحاله اللي جايه مهمه جدا هنا نشوف بس نقف بقى شويه لا احمد فتحي نقف شويه نقف شويه كابتن احمد انت رايك في الحاله دي اتكلمنا عليها كلنا ايه رايك انذار واضح يا كابتن ده اسمه تهور يعني بتقول بتهور تهور طبعا كابتن ايمن خلاص كده نقف بس نقف بعد اذنك تهور هو هو اصلا اللعيب ده بطبيعته متهور كابتن انا النهارده انا كحكم انا كحكم ما اعملش توازنات يا كابتن ايمن صح انا بدي فريق كل فريق حقه هذه اللعبه هنا بقول ده قرار المؤثر ليه انا النهارده فرقه بتلعب 10 صح وفرقه بتلعب 11 كان يجب على الحكم طرد احمد توفيق للانذار الثاني ودي ما فيش فيها فصل واضحه واضحه جدا 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 انا استغربت وبعدين هنا مشكله كمان الفار ما تدخلش يعني في هذه الحاله الفار ما تدخلش ليه الفار بيدخل في البطاقه الحمراء مباشره وليس للانذار الثاني انا بحمل الحكم النهارده مسؤوليه هذه الحاله اللي انا اعتقد لو كان خد القرار الصحيح هذا قرار مؤثر في نتيجه المباراه كابتن علي قلنا 11 ضد 10 بتفرق كتير جدا جدا برضك بصرف النظر عن اداء النادي الاهلي كتحكيم بنتكلم يا كابتن حضرتك بتتكلم على حاله تحكيميه حصلت النهارده بالظبط كده قانون يعني ده القانون أي. واعتقد محدش هيختلف معانا تماما في هذه الحاله ليه؟ لان ده خطا بتهور واضح جدا جدا اقصى درجات التهور في هذه الحاله كان يجب طرد احمد توفيق. هقول لك على حاجه مدرب كان ذكي جدا جدا بتاع بيراميدز سحب احمد توفيق على طول طبعا بين الشوطين راح مغير احمد توفيق وده دليل على ان هو مقتنع تماما صح. ان كان يجب طرد احمد توفيق في هذه الحاله مظبوط.